بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا إله العالمين، يا إله العالمين، إهدنا والمسلمين قرة العين محمد، ربنا شفعه فينا، ربنا شفعه فينا. خير من صلى وصام في بطون الليل قام، خير من صلى وصام في بطون الليل قام، شربة يوم القيامة نرتجيها آملين. يا إله العالمين، إهدنا والمسلمين قرة العين محمد، ربنا شفعه فينا، ربنا شفعه فينا. عمر الكون اتزانا وحنانا وأمانا، عمر الكون اتزانا وحنانا وأمانا، فاتبعوا من قد أتانا منقذا للحائرين. ربنا شفعه فينا. سيقول الرسل نفسي بخشوع وبهمس، سيقول الرسل نفسي بخشوع وبهمس، أمتي قال بحسي يا حبيبي يا نبينا. يا إله العالمين، اهدنا والمسلمين قرة العين محمد، ربنا شفعه فينا. رب ثبتنا بعيدا ظالم والله بعاد، أعتق الأعناق بعده يا أمان الخائفين. يا إله العالمين، ربي اهدنا والمسلمين قرة العين محمد، ربنا شفعه فينا. أظن الفتح قريب، أظن الفتح قريب، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على دين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فعلا شرف لي كبير، ولما دخلت المسجد هنا كنت أفكر أن قبل 9 سنوات تقريبا، لا 8 سنوات، كنت أدعو الله أن يوفقني في أن أنصر هذا الدين، وأدعوه مرة أخرى أنه يوفقني، آمين. وإياكم جزاكم الله خيرا. يا أيها الأحباب، قبل وفاته بقليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور أصحابه الشهداء، فروي لما انصرف من القبور، وروي أن هذا كان شهداء الأحد، روي أنه بكى، فقال في رواية: وددت أني رأيت أصحابي إخواني، وددت أني رأيت إخواني. فقال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إخواني الذين لم يأتي بعد، لم يؤمنون بي ولم يروني. إذا نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين بكى لأجلهم النبي عليه الصلاة والسلام مشتاقا إليهم. وإذا أردنا أن نكون منهم، أنا أقول: ألا نريد أن ندافع عنه؟ ألا نريد أن نتعلم ما يصير لنا سلاحا نقاتل بالشياطين الذين يريدون أن يشوشوا صورته؟ وأفضل السلاح في ذلك سلاح اللسان. قال ابن القيم رحمه الله: الدعوة جهاد بالقلب واللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد. وقال يحيى بن معين: الذب عن السنة، أي الدفاع عن السنة، خير من الجهاد في سبيل الله. فقال له، ويحيى بن معين كما تعرفون هو من
أكبر العلماء أكبر المحدثين في هذه الأمة. فقال أحد له: يا يحيى، الرجل يدعب نفسه وينفق ماله ويجاد، وهذا أفضل؟ قال: نعم بكثير. يعني هذا قول يحيى بن معين. ولكن أنا أقول لكم بكل صراحة، علينا نجتهد في هذا الأمر. ولعلكم تتساءلون لماذا يأتي هذا الرجل، ولعل بعض الناس يتساءلون لماذا يأتي هذا الرجل من ألمانيا لكي يتكلم عن هذه القضية. ألسنا في مصر ناس أعلم منه، يعني أكبر منه علما وأكبر منه خبرة ومثل ذلك؟ أنا أقول بلى، ولكن أنا طبعا يعني لا شك في ذلك، ولكن أنا إن شاء الله أستطيع أن أتكلم من منظر أخرى، لأني يعني هدف هذا التشويش أن يصد عن سبيل الله وأن يشوش حتى لا يدخل الناس الإسلام. وأنا لما بحثت عن الحق، وهذا في الواقع بدأ قبل 12 سنة، أنا أسلمت قبل 11 سنة، وقبل 12 سنة أنا التقيت برجل كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لم أكن مسلما، ونتيجة أني أردت أن أستفسر عن الإسلام، ونتيجة يقف هنا. لذلك نقول لهؤلاء: موتوا بغيظكم. هذا نقول لهم، والحمد لله. السلام عليكم. أنا لابد أن أسلم على دكتور صبري أولا، حميمي كبير. الحمد لله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ جزاك الله. اسمع تحكي لي اخي. نعم. ولذلك انا اريد ان اتكلم معكم، واريد ان اقترح عليكم بعض الاقتراحات، كيف تستطيعون ان تقنعوا الناس، وكيف تستطيعون ان تدافعوا عن هذا الدين، وكيف تستطيعون ان تدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك انا اريد اولا ان اتكلم عن هدفي، ثم يعني ما هدف من المحاضرة، ثم لماذا الحجوم، ثم أريد أن أتكلم عن الشبهات، وثم أريد أن أنصحكم بشيء مهم جدا. أولا، هدفي للمسلمين الذين لكم، الحمد لله، كما قلت أنا أريد أنكم تستخرجون من هذه المحاضرة بعض الأفكار، حتى تعرفوا كيف ندعو مثلا من ليس يكون مسلما إلى الحق. لأن نحن كمسلمين نحن نحب لكل إنسان الخير، مثل قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. كما نعلم في سنة 10 ماذا فعل؟ ذهب ماشيا إلى الطائف، والطائف تبعد عن مدينة عن مكة 60 إلى 70 كيلو، والنبي عليه الصلاة والسلام في مدينة ذهب إلى غلام قبيل موت الغلام فدعوا إلى الإسلام. فقال أبو الغلام، وهذا يهودي هذا الغلام، قال أبوه: أعطي أبو القاسم. فأسلم هذا الغلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المنزل فقال: الحمد لله الذي أنقذ هذا الغلام من النار، وكما قال. إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا أحب للناس الخير، وليس كما يزعم هؤلاء كذاب والمكذبين الذين يقولون النبي عليه الصلاة والسلام زعم أنه نبي لكي يكتسب مالا أو لكي يحصل على سلطان. هذا حمق. هذا الغلام ماذا يفيده من المال؟ هذا الغلام ماذا يفيد النبي عليه الصلاة والسلام من السلطة؟ لا شيء. هذا يموت الآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب لهذا الغلام الخير، يريد أنه ينجو من عذاب النار. نعم. لذلك علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وعلينا ننوي أن نخرج البشرية من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. لابد أن يكون هذا الهدف، وهذا ممكن.
خصوصا إذا تكلمت عن نبي عن نبينا، لأن يعني نحن طبعا عندنا حماس في ذلك ونحن نغضب أحيانا، ممكن نحن نتكلم بشدة لأننا نحن كلنا إنسان وهذا عادي. ولكن أنا لا أقصد في كل كلام، أقصد بالنصارى العداد الذين يعيشون ولا يسيئون ولا يشتمون النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنا أقصد الصليبيين المعاصرين الذين ينشرون الأكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل أباؤهم، ما اسمه أربان أظن الثاني الذي كان يحرض الصليبيين في الحروب الصليبية هكذا. لأن أنا أقصد هؤلاء، ولذلك نحن نفرق دائما بين من يحارب وبين من لا يحارب، وبين من يشتم وبين من لا يشتم، كما قال الله تعالى في القرآن في سورة الممتحنة آية 4: الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن الإسلام دين الإنصاف، ونحن حتى نبر ونحسن إلى من لا يكون على ديننا، لأننا نريد لهم أيضا الخير أنهم ممكن يسلمون والحمد لله. جيد، للغير مسلمين أنا أتمنى أنهم يسمعون اليوم، ممكن هذه المحاضرة تخرج إلى الخارج ولعلهم يعني يستمعون إليها، وأنا أنصحهم من البداية. أنا متأكد أن الإسلام دين الحق، وأن الله لا يقبل يوم القيامة دينا سوى الإسلام. قال تعالى في سورة آل عمران آية 85: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى عمن يكذب أحدا من الرسل في سورة النساء آية 151 و152، يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك السبيل أولئك هم الكافرون حقا. في أن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام يوم القيامة، ونحن لا نقول هذا لأي نصراني أو لأي يهودي أو لأي ملحد لكي نصبه أو نشتمه، لأن هذا ليس أسلوبنا، بل لأننا نريد لهم الخير كما أراد إبراهيم لأبيه الخير، كما قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. ونحن نقول هذا لكل الناس الذين لا يكونون على ديننا. نعم، إذن أولا نتساءل لماذا يوجد هذا الحجوم. وأنا أمس أنا سمعت كلاما قيل، وأنا سمعت هذا كثيرا، قال أحد لو عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام لا ما فعلوا ذلك، لما صبوه وما شتموه وما، ولكن هم جهال. أنا أقول هذه العبارة فيها نظر كبير، لأن لو أخذنا هذه العبارة بالانتقاد لقلنا كل من لا يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام فهو جاهل، بمعنى معذور يوم القيامة. ولكن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لأن هناك كفر اسمه أيضا كفر الجحود. على سبيل المثال هناك مثلا تكذيب، هذا يعني هو يقول هذا مثلا ليس حرام وهو فعلا يعتقد هذا ليس حرام، شيئا مثلا معلوما من الدين بضرورة. هناك جحود الذي يقول شيئا ولكن يعتقد شيئا آخر، مثل في سورة النمل آية 14 و13، يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. إننا خبرة في ذلك، عندي محاضرة مسجلة باللغة الألمانية مع قسيس من الكنيسة الكاثوليكية، أنتم تستطيعون أن تترجموا هذا الحوار، وهو يقول هناك، هذا مسجل، أنه يعتقد أن محمدا فعلا رسول من عند الله مسجل، وأنه يظن أن القرآن من عند الله. أنا قلت طيب إذا اعتقدت ذلك في القرآن مكتوب أن من لا يسلم هو في النار، لا يعرف فعلا. هذا يوجد كثير،
وخصوصا هؤلاء الذين يكذبون، عندي مناقشات معهم كثيرة كثيرة جدا. لذلك نحن لا نقول فقط هؤلاء جهال، ها ممكن هم متجاهلون، يعني هم ممكن يفعلون كأنهم في الواقع هم ليس متجاهلين، ولكن هم متعالمون، هم يفعلون كأنهم يعلمون كل شيء هكذا. ها إذا ناقشتهم، أنا ناقشتهم كثيرا جدا هذه الفرق. نعم مثلا، وفعلا عندهم لوحة هنا، لوحة أنت تتكلم عن شيء هو لا يقبل شيئا هنا، كأنه فعلا يعني أحيانا أنت مثلا لما قرأت القرآن للمرة الأولى في بعض الآيات أنت تظن يا أنت تؤمن بها، ولكن أنت لا تستطيع أن تتوقع. مثلا في سورة النوح، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وأنت ترى ذلك. لذلك هذا الحجوم ليس لأنهم جهال بمعنى لم يسمعون الإسلام ولا يستطيعون أن يتعرفوا على الإسلام. نعم هناك في الغرب، هناك في العالم ممكن من لم تصل إليه رسالة، أنا لا أعلم، ممكن هذا يوجد. مثلا جدتي لما هي قبيل موتها هي قالت أيضا أنها تؤمن بالأركان الإيمان ومثل ذلك، وهي قالت أنها لم تسمع شيئا قبل ذلك، ولكن الآن الأمر صعب جدا على كل حال. ولكن الحجوم لشيء آخر، وأين نجد الجواب لماذا يوجد هذا الحجوم، لماذا يوجد هذا؟ نحن نجد الجواب في القرآن، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ويقول الله تعالى في سورة الصف ماذا يقول؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ثم يقول والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويقول في سورة الأنفال آية 36، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم ماذا؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم ماذا؟ ثم يغلبون. أنا أقول لكم الآن شيئا، أنا فكرت في هذه الآية أمس، في هذه الآية ممكن حاولوا أن تقدموا قليلا. أنا فكرت في هذه الآية أمس، انظر الله يقول هنا أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الآن لو أرادوا الكفار أن يبينوا أن القرآن خطأ لما أنفقوا النقود ليصدوا عن سبيل الله. انظر لو أرادوا أن يبينوا لنا أن الإسلام خطأ نقول لهم إذن لا تحاولوا أن تصدوا عن سبيل الله بإنفاقكم، ولكن منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا أن يصدوا عن سبيل الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما يقول الله تعالى في سورة البقرة آية 216. لذلك ولماذا وكيف يريدون بهذا التشويش أن يصدوا عن سبيل الله؟ أولا هناك هم يريدون أن يجعلوا المسلم شاكا في دينه، أنه يشك في دينه. يأتون بهذا الكلام، شوف كيف هو قام بالحروب وكيف عايش وكيف فهمت. وبعض الناس الذين ليس عندهم علم يرتدون. نعم يا إخوة، هذه الحقيقة المرة. نحن الآن نرى فقط الفيلم، ولكن هذا الفيلم في الواقع هو يوقظنا. لم يخلق الله شرا إلا لأجل حكمة عظيمة، علينا أن نستيقظ. هناك ألوف، تعرفون في ألمانيا 9000 من المنسرين خصوصا من الكنيسة البروتستانتينية، من أشد الناس أقول، هم يتعلمون العربية لكي يذهبوا إلى بلدان العربية، نعم إلى بلدان الإسلامية. هناك في أمريكا أكثر من 200,000 ويذهبون. أنا سمعت هناك 20,000 من المنسرين في إندونيسيا يتعلمون اللغة الإندونيسية ويذهبون إلى هناك ويأتون بالشبهات. ونعم أنتم تعيشون هنا في مصر،
أنا التقيت بمنسر من ألمانيا هنا في مصر من الفرقة بابتيست، نعم، من بروتستانتينيين فرقة معينة. هو قال لي، وأنا سألته لأني أريد دائما أعرف الأخبار يعني ماذا يوجد، قال لي يعني الناس في مصر الذين يسلمون يتنصرون قليلون، يعني أن عندنا يسلمون كثير من الناس، لذلك هذا على لساني. الناس الذين الحمد لله الناس الذين يتنصرون في مصر قليلون، ولكن يقول مثلا في الجزائر يقول قليل كثيرون يذهبون هناك إلى الجبال إلى القرى، الناس لا يعرفون شيئا ويتكلمون مع الناس. أنا حتى سمعت مرة يعني في الإندونيسيا، يعني هذا أخبرت بذلك، هم قالوا للإندونيسيين عليكم أن تتنصروا وبعد ذلك نحن نعطيكم النقود لماذا تريدون. فتنصروا وبعد قالوا ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نحج إلى بيت الله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. ولذلك بسبب هذه الفكرة التي ذكرتها، أن بعض الناس يظنون أن من لا يسلم أنه فقط جاهل، أو أنه لم يسمع عن الإسلام، أو لم تبلوه الرسالة الإسلامية صحيحا، هذه هذه فكرة مدمرة. لأن إذا الآن حجم أو حرب الدعية يقولون أشوف ممكن أخطأ في دعوة مثل ذلك، ولكن هذا خطأ. يا سلام يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالدعوة الجهرية وذهب إلى جبل الصفة وأخذ ينادي يا معشر قريش، يا صبح يا صبح، وهم أتوا قال يا معشر قريش لو أخبرتكم أن في الوادي جيش يريدون أن يغزو عليكم أتصدقونني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو كما قال. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا هذا نمس هنا. جيد، انظر ماذا قال، ماذا حدث بعد ذلك. حدث بعد ذلك أنهم قال شكرا جزيلا، هذا أسلوب جميل، نحن نفرح. لا، ماذا حدث؟ قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم على هذا جماعتنا. ثم أنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب. الآن أقول لكم شيئا، متى أنزلت هذه السورة؟ تقريبا في السنة الرابعة لما بدأت الدعوة جهرية، أليس كذلك؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله سريا 3 سنوات. إذن في السنة الرابعة تقريبا أنزلت هذه السورة. وأبو جهل مات بعد الهجرة، أظن بعد غزوة البدر، الله أعلم، أظن بعد غزوة البدر، صح؟ بعد غزوة البدر، على كل حال لأنه لم يشارك في غزوة البدر، ولكن على كل حال انظر هذه السورة الآن لأبي لهب. أبو لهب لما ذهب النبي إلى سوق ذي المجاس هو خلفه، كلما يقول النبي شيئا هو يقول العكس، لا تصدقوا، هو يقول دائما العكس. يقول النبي عليه السلام شمس على سبيل المثال ويقول قمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سمك ويقول بقر على سبيل المثال، نعم هكذا. الآن لأبي لهب فرصة لكي يستدل أن الإسلام خاطئ. كيف؟ يقول أريد أن أسلم، شر ولا لا، كل الناس يقولون هذا. كيف؟ الإسلام القرآن يقول هذا كافر، هذا يدخل النار، والآن هو يسلم. ولكن الله يعلم ما في القلوب ويعلم أنه لن يسلم. ولكن نرجع إلى الموضوع، النبي عليه السلام الدعوة الصحيحة حوربت، صح؟ نعم. موسى عليه السلام، أو نبدأ بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين.
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا في سورة الأنبياء أظن آية 50 تقريبا. ها؟ لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ما نتيجة بعد ذلك؟ فما جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو حركوا فرماه في النار. إذن الدعوة الصحيحة تحارب. لا تقول يعني لماذا هذا الكافر لا يسلم وأنا قد جئت له بكل أدلة. أنا فعلا أحيانا بعض الناس يأتون إلي يقولون أنا قلت له كل شيء وهو لم يقبل. أنا قلت طيب هناك من عرف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل الإسلام. أبو جهل عرف النبي عليه الصلاة والسلام أفضل منك. هو عاش تقريبا يعني في نفس المدينة وهو عرفه 40 سنة. فهمت يعني؟ لذلك لابد أننا نفقه هذا. ثم يقول بعض الناس ولكن موسى انظر الله أرسل موسى إلى قومه إلى فرعون وقال له ولهارون فقول له قولا لينا. نحن نقول أكمل وهو يريد أن يقول لا تكون صريحا جدا، لا تكون واضحا، لا تتكلم عن النار. كل هو يقول كلاما مرة أخرى هو يقول كل قولا لينا. نحن الآن نكمل الآية. ماذا مقصود بالقول لين؟ انظر اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يخشى بقولين. ما هذا القولين؟ الآن نكمل. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إذن موسى وفرعون يعرفون إذا بينا له الرسالة أن فرعون ممكن يطغى عليهم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم ماذا؟ فأتياه فقولا إن رسول ربك. انظر هذا، شخصين يذهبون إلى فرعون الذي يقول عن نفسه أن ربكم الأعلى ويقولون إن رسول ربك. تعرفون أنا أريد أن أعرف كيف نظر فرعون إلى موسى وهارون لما جاءوا إليه. يعني هو فعلا هذا الجبار يعني يقتل ناس وهذان شخصان يأتيان إليه ويقولان ذلك. هذه شجاعة عندهم سبحان الله. هو ممكن قال فعل هكذا، هل أنا نائم أو ماذا؟ إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إذا بمعنى إذا ما اتبعت الهدى ليس عليك السلام. ثم إضافة إلى ذلك إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انظر هذا، لا شكرا انظر أن العذاب على من كذب وتولى. لذلك علينا أن نقول الأسلوب حسن لا يعني أننا نكتم الرسالة. لا، وأنا فعلا لا أفهم لماذا بعض المسلمين يخشلون أن يقولوا الإسلام دين الحق. كلهم يقولون هذا، النصارى يقولون هذا، البوذيون يقولون هذا، الهندوسية، كل أديان. لماذا بعض المسلمين يستحيون من ذلك؟ لا، نحن نقول هذا صراحة، الإسلام دين الحق. لماذا؟ قال الله تعالى في القرآن إن الدين عند الله الإسلام. خلاص، وحتى لو اجتمع العالم كلهم علينا ويقولون لا تقولوا هذا، نحن نقول هذا. ونحن مستعدون لكي نقوم أمام فرعون ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هكذا. والحمد لله. الآن أريد أن أتي بعد هذا لماذا الحجوم، أريد أن أتي إلى شبهات. وقبل ذلك أريد أن أقول لكم مرة أخرى، منذ طفولتي في الإسلام أنا دائما سمعت هذه الأشياء. نعم، ولذلك أنا أريد أن أنصحكم بنصيحتين في هذا. أولا لما سمعت عن الفيلم وهد قال لي هناك فيلم مسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، بسبب هذه الخبرة أنا قلت له الفيلم
يتعلق بأربعة أشياء: الزواج مع عائشة، تعدد الزوجات، القتال، وبعض الشرائع. نعرف هذا منذ زمان، دائما نفس القصة، دائما نفس الأغنية، ولماذا تزوج عائشة ومثل ذلك. نعم، إلا ممكن يأتون ببعض الأكذبة أخرى. هم يأخذون ما غالبا إما يأتون بكذب محض، أو يأتون بشيء من الصورة، يأخذون جزء من الصورة ثم يحرفون هذا الجزء ويتركون الباقي. نعم، ولكن النصيحة الأولى: إذا ناقشت مع شخص، حاول دائما أن تفكر في النقاش والحوار الإسلام، أن تفكر ما الغاية من هذه المناقشة. هذا يساعدك كثيرا، لأن كثيرا ما نحن نضيع الوقت أو لأننا لن ندرك ما يريد الآخر. ما الغاية من هذا الحمق، من هذا الفيلم؟ هم يريدون أن يقولوا محمد ليس بنبي لأن عنده كبائر ذنوب، وعنده كما يقولون، وعنده سوء الخلق. هذا يريدون أن يقولوا. إذن أنا أضرب لكم الآن مثالا حتى تعرفوا ماذا أقصد بهذا. يعني ركزوا دائما على الغاية في النقاش. قبل تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع أنا كنت في مدينة في ألمانيا، وجاء واحد من هؤلاء حاقدين، فقال لي، انظر، قال لي: كيف يكون الإسلام صحيحا وكشف البلدان، كثير من البلدان متخلفة، وكيف يكون وليس عندكم فقراء كثيرون؟ أقول لكم الآن ماذا نفعل؟ نحن نرجع إلى الموضوع. ما الموضوع؟ ما هو، هل الإسلام دين الحق؟ هل النبي عليه السلام نبي؟ نرجع إلى هذا الموضوع. إذن أنا أعرف 99% من المسلمين الآن يبدأون بكلام: نعم، ولكن قبل 1000 سنة في أندلس، أو ولكن في السعودية يوجد بعض الأغنياء، وهناك حدث هذا وهناك حدث هذا. صحيح، ولكن أخي، بهذا هو يستطيع دائما، لأنك لا تتكلم بالوحي، ويستطيع دائما أن يرد عليك. أنت تقول أندلس، ويقول: يا لا، في أندلس الأمر كان مختلفا، ولكن شوف في الأندلس، وأين التقدم الآن؟ أو يكون في السعودية: يا هذا بعض الناس في السعودية، ولكن عموما، أو أي شيء. يعني لذلك أنا ماذا قلت أنا له؟ أنا قلت له سؤال: هل الحواريون، هل كان الحواريون من الفقراء أو من الأغنياء؟ فقراء، جيد. إذن هل تريد أن تقول الفقر دليلا على عدم صحة الدين؟ إذا قلت هذا، إذن النصرانية خطأ. يعني إذن يعني أغلبية من الفقراء، إذن كيف تقول هذا الكلام؟ إذن ولكن أنا أسألك، في إنجيل متى إصحاح 27، وأنا لا أريد أن أهين أحدا، الله يأمرنا ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ولكن أنا أريد أن أتكلم أناقش موضوعيا هذا الموضوع. في إنجيل متى 27:4 مكتوب أن يهوذا الذي خان عيسى مطابق النصارى أخذ، حصل، اكتسب 30 يعني دينار من الفضة، فذهب إلى الهيكل، قال ندم، قال: أنا أخطأت أني سلمت دما بريا، وأنا أخطأت. فأراد أن يسلم لهم النقود، فقال الأحبار: هذا ليس بشأننا. فأخذ النقود، هذه الفضة، ورمى الفضة في الهيكل، ذهب وانتحر، أي اختنق. هذا في المسمى الكتاب المقدس إنجيل متى إصحاح 27:4. في أعمال الرسل في نفس الكتاب مكتوب في إصحاح 1:18 أن يهوذا لم يأخذ النقود ورمى النقود في الهيكل، هذا الفضة، بل ذهب بهذا الفضة إلى حقل واشترى الحقل، وفي هذا الحقل سقط على الأرض وانفجر بطنه وأخرجت ما في بطنه.
يعني أنا أقول هذا، أنا لا أعرف الآن حرف حرف النص بالعربية، ولكن من يريد أن يقرأ هذا من النصارى يستطيع أن يقرأ. أنا قلت هذا تناقض، وما عرف الجواب على ذلك، لا يوجد جواب. لا جواب يوجد دائما، ولكن نحن لا نريد جوابا، نحن نريد جوابا مقنعا، ليس فقط جواب. أنا أستطيع دائما أن أقول شيئا، ولكن هذا لا يوجد جواب. نعم، وأنا أقول لكم أن نحن نعلم أن عيسى لم يصلب، بل شبه لهم، ويقال وصلب نائب عنه شخص آخر. وبعض العلماء يقولون أن الشخص الذي صلب نائب عن عيسى هو يهوذا الخائن. شوف الآن ليهوذا توجد قصتان مختلفتان، ثم عيسى مطابق العقيدة النصرانية جاء إلى الأرض لماذا؟ لكي يفتدي لذنوبنا. إذن الله مطابق النصرانية جاء في سورة الإنسان كابن الله في سورة الإنسان لكي يفتدي لذنوبنا. الآن أسألكم، من يقتل في سبيل الله ويصبح شهيدا هل يشتكي عند موته؟ كلا أبدا. حرام ابن ملحان لما قتل لما طعن من الخلف ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة. الآن كل نبي أفضل من الصحابة، صح؟ جيد. الآن نقول عيسى مطابق هذا الكتاب في إنجيل متى مثلا 27 و28 لما صلب مطابق عقيدتهم قال إيلي إيلي لما زبختني، هذا يعني إلهي إلهي لما تركتني. هل يقول شخص مؤمن الله لماذا تركتني؟ إذن هذا نحن نريد أن نناقش موضوعيا هذا الموضوع. ولكن على كل حال، النصية الثانية بعد هذا، انظر دائما من هو المحاور، من هو، من أي دين هو، ومن من 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 ماذا يتبع، فهمت؟ لماذا لهذا، وهذا خصوصا مهم مع من؟ مع اليهود والنصارى. الدليل من السنة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب في سنة عشرة إلى الطائف، لما رجع التقى بغلام شاب اسمه عداس، فسأله ما دينك ومن أين أنت ومن أين بلد أنت، وكما قال نعم، فقال أنه نصراني من موصل في العراق. نعم، هذا هو المدخل، عليك أن تعرف على ما هم عليه. لماذا أقول هذا؟ لأن الآن نحن نرجع إلى الشبهات، نحن نأتي الآن إلى الشبهات بدأت. إذا قال النصراني الإسلام ليس بدين الحق، وأنا أقول بعض النصارى، لأن كما قلت لك نحن نفرق، هناك من الناس من لا يسب النبي ولا يشتم، وهناك من النصارى من يستنكر هذا الفيديو ويقول هذا يعني كبيح هذا الفيديو ولا يجوز هذا، نحن لابد من الإنصاف دائما. ولكن إذا قال نصراني ما أو صليبي معاصر، إذا قال الإسلام ليس بصحيح لأن في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي صغير، أو أقول أصغر مما يعتاد في هذا العصر، هذا أفضل إذا قلنا هكذا، أصغر مما يعتاد في هذا العصر مما هو العادة الآن، ولكن عمر الزواج يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر ومن شخص إلى آخر، ولكن نأتي إلى هذا بعد ذلك. ثانيا، تعدد الزوجات، إذن لماذا تزوج أكثر من مرأة؟ ويريدون أن يقول والعياذ بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا، أعوذ بالله، يعني لابد أن أقول هذا، غارق في الشهوات، هذا يريدون أن يقول. وإذن إذا كان غارقا في الشهوات لا يمكن أن يكون نبيا، هذا يريدون أن يقول. نعم، أنا لا أقول هذا، هم بعضهم يقولون هذا. ثالثا، القتال، لا يمكن أنه يقتل الناس وهو نبي. رابعا، بعض الشرائع. أولا، إذا قال هذا نصراني نحن نقول له هل
يهودي لأننا نريد المناقشة موضوعيا موضوعي. هل يشترط عندكم لمن يوحي الله إليه أن يكون منزها عن الكبائر وسوء الخلق؟ مرة أخرى، هل يشترط في دينك أن من يوحي الله إليه أن يكون منزها عن الكبائر وسوء الخلق؟ إذا قال لا لا يشترط، نقول إذن كيف أنت تأتي بهذه الهجج؟ إذا قال نعم يشترط، نقول له طيب داود عليه السلام هل أوحى الله إليه؟ نعم، مطابق الإسلام، مطابق اليهودية، وأيضا اليهود يقولون ذلك، أيضا النصارى يقولون هذا. الآن ننظر هنا ماذا يقولون اليهود والنصارى. يؤمنون أيضا بالعهد القديم، ولكن يقولون أن الأحكام منسوخة، ولكن يؤمنون بذلك. جيد، هذا الكتاب المقدس، هل أنت تريد أن تقرأ هذا؟ لأن قراءتك ممكن أفضل، ممكن أفضل هذا. شوف، ممكن اقرأ هذا على الناس، هذا في صموئيل الثاني إصحاح 11 لمن يقول من النصارى أن. وأنا أريد أن أقول أولا، إذا تكلمنا عن الكتاب المقدس، وأنا أقول هذا لنصارى أيضا، من هنا إلى هنا أنا أقول هذا لنصارى أيضا، نحن لا يجوز لمسلم أن يشتم هذا الكتاب وأن يأخذ هذا الكتاب ويرمي هذا الكتاب في الزبالة أو أن يتبول على هذا الكتاب، هذا لا يجوز في الإسلام قولا واحدا. لماذا؟ لأننا نعتقد أن في هذا الكتاب من الخير، من بعض الأشياء التي فعلا أنزلت إلى الأنبياء، لذلك نحن لا نفعل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في بخاري، طلب اليهود أنهم يأتوا بالتوراة، ويقال أنه ما دعا التوراة، ليس يقال بل هذا فعلا في الحديث، أنه ما دعا وضع التوراة على الأرض بل على مثل الوسادة. ولذلك يقول بعض العلماء، يعني هذا دليل على ليس من 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 الأدب أن يدع المسلم القرآن المصحف على الأرض. نعم، انظر فقط هكذا، نحن نحترم هذا الكتاب بما فيه في الخير، ولكن في نفس الوقت نقول ما قال الله تعالى في القرآن، سورة البقرة آية 65، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون. سورة البقرة آية 79 يقول، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يقول ابن عباس في صحيح البخاري، كيف تسألون، يعني وهذا يشرح أن هذه الآية فعلا لليهود والنصارى، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أحدث لم يشعب عليه، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كلام الله وغيروه وكتبوا بأيديهم ما ليس منه وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا أولا. والآن إذا سمعنا شيئا من الكتاب المقدس، نحن نقول كما قال النبي، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، بل لكن قولوا آمنا بالله وما أنزل. إلا إذا سمعنا شيئا يخالف العقيدة، يخالف العقيدة. إننا العقيدة مثلا أن الله يعلم كل شيء، نعم، إنه مكتوب في تكوين 6 إصح 6 عدد 6 أن الله يعني تأسف أنه خلق الإنسان و يعني علم، هذا علمه في قلبه، يعني شعر بألم في قلبه، هذا مكتوب، هذا يخالف العقيدة الإسلامية مثلا على سبيل المثال. وأيضا من عقيدتنا أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، وأن الأنبياء معصومون من الكبائر وسوء الخلق، يعني سوء الخلق أنا أقصد مثلا أشياء غزيلة، مثلا ينذر يعني أو مثلا يريد أن يزني أو مثل هذه، وهذا لا يجوز أننا في الإسلام. جيد، الآن هنا عن داود عليه السلام، وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. هذا كتاب المقدس
هذا الكتاب المقدس، وكانت المرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت ليغام امرأة أوريا الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول: أرسل إلى أوريا الحثي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه، فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة من عند الملك، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جمع عبيد سيده، ولم ينزل إلى بيته. فأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. فقام داود لأوريا: أما جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود: أن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي وحياتك وحياة نفسك، لا أفعل هذا لأمر. فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم وأيضا وغدا وأطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره، وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده، وإلى بيته لم ينزل. وفي الصباح كتب داود مكتوب إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه فيضرب فيموت. إذن الخلاصة من ذلك، هنا يخبرون أن داود عليه السلام زنى مع امرأة متزوجة، نعم، وهي أصبحت حملة. ثم بعد ذلك لما جاء زوجها، لما رجع من السفر، يعني أرسله مرة أخرى إلى معركة، وقال لشخص آخر أنه يدعه في صف مثل في الصف الأول حتى يقتل. هذا يقال عن داود عليه السلام. نحن نعتقد أن الأنبياء منزهون عن الكبائر، وطبعا زنا هذا من كبائر الذنوب بلا شك. جيد، الآن نحن نقول، نرجع إلى الموضوع. إذا نحن الآن نقول يا لماذا أنتم تأتون بهذه الأشياء، يعني لكي تقولوا شوف محمد ليس بنبي لأنه فعل ما فعل، وإنكم قصص مثل هذا، وأنتم أصلا لا تعتقدون أن الأنبياء منزهون عن الكبائر. يعني تعرفون هذا دليل على عجزهم، على عجزهم، لأن لو كانت عندي أدلة أنا آتي بشيء مقنع، ولا آتي بمثل هذه الأمور. نعم، جيد، الآن نأتي إلى القتال. يقول نشوف، تفضل، هناك أشياء كثيرة. انظروا، أنا أريد أن أقول شيئا. الأخ يقول الآن ماذا عن موسى؟ لو أددت كل أدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ذكرنا كل هذه الأشياء، نحن نجلس 10 سنوات. فعلا، يعني دلائل النبوة، لا يوجد نبي له أدلة على النبوة مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا لا يوجد. يعني كنت أنت تستطيع، أنا لا أستطيع أن أتكلم في ساعة واحدة عن كل هذه الأشياء، أنا أريد فقط أن آتي ببعض النقط وأترك بعض الأخرى، ثم أريد أن أبين لبعض الناس الذين ليس لهم خبرة في هذا أنهم يفهمون ما هذا. أنت تريد أن تقول محمد ليس بنبي
لأن عنده ما عنده، تزوج عائشة وهي صغيرة وراضية وهي تحبه، ومحمد ليس بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما مات ترك 9 زوجات، كيف يتزوج 9 زوجات؟ هكذا يقولون. أنا أقول له، هل تؤمن بالكتاب المقدس؟ نعم. جيد. هل سليمان، هل أوحي إليه؟ نعم. سليمان مطابق ملوك الأول الصح 11، لا ملوك الثاني أو ملوك الأول الصح 11، مكتوب هناك أنه تزوج 1000 امرأة. محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ليس بنبي، وترك 9 زوجات، ليس 99، ليس 999، ليس 1000، 9. يقولون محمد ليس بالنبي لأنه 9 زوجات وسليمان نبي وله 1000. أليس هذا التناقض؟ يعني كل إنسان له عقل يقول هذا التناقض. هذا مريض له زكام، وهذا ليس مريض له سرطان، مثل هذا. يعني سبحان الله، وأشياء كثيرة. الآن نأتي إلى القتال. يقولون محمد ليس بنبي لأنه قام بالقتال وحروب. نعم، أنا أقول بعض نصارى، طيب بعض نصارى وبعض اليهود وبعض الملحدين، محمد ليس بنبي لأنه قام بهروب. نحن قلنا في أول، عليك أن ترجو دائما إلى الغاية ودائما على أي دين هذا الشخص. إذا كان ملحدا نحن نقول على كل حرب فاجرة فلابد أن يقول لا، يعني هناك حروب للدفاع عن النفس، وحروب كما يقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض، صح؟ جيد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، نقول ببعض لفسدت الأرض. نعم جيد. إذا قال الملحد هذا نقول له هذا، إذا قال النصراني هذا نقول انظر في كتابك، إذا قال يهودي هذا نقول انظر في كتابك. الأنبياء ليسوا منزهين عن الحروب العادلة، بل إنهم منزهون عن الحروب الفاجرة. مرة أخرى، إن الأنبياء ليسوا منزهين عن الحروب العادلة، بل إنهم وإنما منزهون عن الحروب الفاجرة. هذا هو. جيد. الآن لما مثلا أنا قرأت القرآن لمرة الأولى، يعني هذا كان عيد بالنسبة لنا، لأنهم فعلا يصورون دائما الصورة لابد أن تكون كل نبي منزها عن الحروب أو عن القتال، ولكن هذا الأمر خاطئ. ثم أنت تقرأ القرآن مثلا، على سبيل المثال الذي يقرأ الآن القرآن من غير مسلمين أو ترجمة لمعاني القرآن، هو يصل أولا إلى المرحلة الثانية من القتال. المرحلة الأولى من القتال في سورة الحج آية 39، يقول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم هنا يقول الله تعالى في سورة البقرة آية 190، يقول وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شوف، الله يأمر بالقتال وفي نفس الوقت يمنع من أن يعتدوا المسلمين على الآخرين. ثم ماذا يفعلون هؤلاء؟ يأتون بجزء من الآية هنا، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. شوف، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. نحن نقول أكمل الآية، وأخرجوا من حيث أخرجوكم. إذن من كان الأول؟ من كان الأول الذي اعتدى الآخر؟ هؤلاء. ثم يقول والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ثم الآية بعد ذلك، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
لماذا أنتم لا تذكرون هذا؟ هل يريد أحد هنا أن يحرف المعاني؟ لابد أن أذكر السياق. ثم السياق متى أنزل هذا؟ هذا أنزل قبيل غزوة البدر. متى؟ يعني هؤلاء قريش أرادوا أن يقتلوا المسلمين وقتلوا المسلمين قبل ذلك في مكة، وعذبوهم وعاقبوهم سبحان الله، وأخذوا كل شيء منهم. كيف أنت تقول الآن نحن لا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا، لا نستطيع أن نقاتل من يقاتلنا ومن قتلنا؟ سبحان الله، سمية، ياسر، كلهم يعني قتل هناك، قتل، أليس كذلك؟ طبعا سبحان الله. ثم طبعا هم يقولون نعم، ولكن هناك أشياء أخرى، مثلا في سورة التوبة، نعم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أكمل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، يعني مكان الأمان. في أي دستور يوجد هذا؟ في أي مستوى؟ جيد، إذن الحرب، الأنبياء ليسوا منزهين عن الحرب. الحرب العادلة ليسوا منزهين عن الحرب العادلة، بل الحرب الفاجرة. والحرب الفاجرة هذا يتعلق بأمرين، أولا الهدف، وثانيا الوسيلة. الوسيلة، النبي عليه الصلاة والسلام، أولا الهدف من القتال كما قلنا قبل ذلك، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ونشر الخير لمن يمنع هذا الخير، لأن الدين أهم من الحياة. من يموت على غير الإسلام وإذا منعت الدعوة مثلا، لا، ولم نقاتل حتى يستطيع هؤلاء أن يدخل الإسلام وأن يدخل الجنة بعد ذلك. نعم، الآن والوسيلة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الأطفال وقتل الإناث، وحتى عن قتل من يعيش في الصوامع يعبد، يعني ويريد فقط أن يعبد، والشيوخ أيضا الذين لا يقاتلون. جيد، الآن هذا يقول الإسلام، وفعلا هناك نحن دائما مقصرون، لأن أنت لا تستطيع فعلا أن تأتي بكل دليل. نحن نقول الآن، أنت تقول الإسلام ليس بصحيح لأن هنا أمر بقتال، ومحمد ليس بالنبي لأنه قاتل في بعض الأحيان. نقول هل موسى نبي؟ نعم، اليهودي يقول هذا، النصراني يقول هذا، المسلم يعتقد ذلك. جيد، مطابق الكتاب المقدس، تكلمنا قبل ذلك عن هذا، مكتوب هناك في عدد الكتاب، الكتاب اسمه عدد، والإصحاح 31، مكتوب هناك أن موسى قال هل أبقيتم كل أنثى حية؟ مطابق كتابهم، إن هؤلاء كنا لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغورة، فكان الوباء في جماعة رب، فالآن أقتل كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمداجعة ذكر أقتلوها، لكن جميع أطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مداجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. إذن أنا هذا ليس بكلامي، وإذا شعر الآن نصراني بالإهانة، أنا ما فعلت أكثر من أن أقرأ من كتابه. نعم. ونحن قلنا من قبلك، نعم، مثلا هناك بعض الشرائع تختلف، أنا لا أعلم، لأن نحن نعلم مثلا في قصة الخضر وموسى أن الخضر قتل ولدا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لا أدري، ولكن أنا ألزمكم الآن بالمقارنة. أنتم تقولون، أو نصارى اليهود يقولون محمد ليس بالنبي لأنه قام بالقتال ولكن نهى عن قتل النساء وقتل الأطفال كما ذكرنا قبل ذلك، وموسى نبي
ومطابق كتابكم وأنتم عليكم تؤمنوا بهذا قتل الأطفال أو أمر بقتل الأطفال وأمر بقتل النساء. يعني هذا التناقض. ولذلك أنتم تعرفون عجزهم، ترون عجزهم. ثم قلنا يقولون مثلا المسلمون يجبرون الناس على الدين. هنا أيضا صامويل الأول إصحاح 15، شوف هي ولا تعفو عنهم بل اقتلوا رجلا وامرأة وطفلا ورديئا وبقرا وغنما وجملا وحمارا. هل هذا الكتاب المقدس؟ هذا الكتاب المقدس، أنت تؤمن بذلك. كيف تقول الآن الإسلام، يعني ما هو في الإسلام؟ هذا فعلا غاية التناقض، غاية التناقض. إنكم إننا مكتوب فانتهوا، علينا أن ننتهي أيضا بالقتال، وإن اقتلوا هي هنا اقتلوا ولا تعفوا عنهم واقتلوا رجلا وامرأة وطفلا ورديا وبقرا وغنما. ولكن الآن يأتي واحد مثلا من هؤلاء من بعد النصارى ويقول هذا العهد القديم، إننا الآن العهد الجديد. ماذا نقول؟ ماذا قلنا آنفا؟ قلنا علينا أن نرجع إلى ما هو الموضوع. الموضوع هل محمد نبي؟ هل محمد صلى؟ هل الإسلام دين الحق؟ هذا هو الموضوع. وإذا قلت أن بعض الأنبياء فعلوا ذلك فأمرك الآن سواء، لأنك اعترفت أن هذا ليس بدليل على عدم نبوة أي شخص. فهمتموني؟ نعم. إذا قلت موسى قاتل وهو نبي وأنبياء آخرون قاتلوا وهم أنبياء، فإنك لا تستطيع أن تكون محمد ليس بالنبي لأنه قاتل. هذا تناقض. نعم. الآن يقولون لا يجوز. شوف الإسلام، المسلمون يجبرون الناس على دخول في الإسلام. هذا خطأ. هذا أولا لا يمكن. والله يقول في سورة البقرة آية 256 لا إكراه فيه. الذي يجبر على دين لا يفيد المسلمين، هو يصبح منافقا وهو أضر على الأمة من الكافي الظاهر. هذا حمق أخي. أولا نتكلم إن شاء الله. شوف هنا مكتوب الآن، هنا مكتوب الآن، انظر في آخر أيام الثاني إصحاح 15 حتى إن كل من لا يطلب الرب، انظر اسمعوا، حتى إن كل من لا يطلب الرب إلى إسرائيل يقتل. كل من لا يطلب الرب إلى إسرائيل يقتل، من الصغير إلى الكبير، من الرجال والنساء. هذا إجبار على الدين. إذن كيف تعطي الآن وتقول القتال دليل على عدم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل أنا أقول لكم القتال ليس بدليل على عدم نبوة محمد فحسب، بل إنه دليل واضح بين على نبوته. وكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أنا أضرب لك مثالين، ونحن أحيانا ننسى هذا لأن هؤلاء يريدون أننا نخجل من جهاد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الجهاد ومن الحروب التي قامت بها الصحابة. أنا أضرب لك مثالا. متى فتحت مكة؟ في السنة الثامنة من الهجرة. أتعرفون أن من سبب فتح مكة وأن قريش في مكة لم يواجهوا النبي بالقتال إلا في الجانب الذي دخل في خالد بن الوليد، أن قبل مكة الغزوة الكبرى وسرية الكبرى، سرية المؤتة حدثت. في سرية المؤتة قاتل 3000 من الصحابة، 200,000 من الروم. 3000 من الصحابة، 200,000. وماذا حدث؟ طبعا نحن لا نقص الآن القصة كاملا. في النهاية ما استشهد كم صحابيا؟ 12. 12 استشهدوا. ومن الروم لا نعرف العدد، نحن نعرف فقط
أن خالد بن الوليد بنفسه كسر 9 سيوف. إذا أنت تستطيع أن تقيس على ذلك ماذا حدث هناك. 9 سيوف. هؤلاء بدأوا الحرب لأنه قتلوا قبل ذلك رسولا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن الآن انظر هذه القصة أخي. تصور أنت مثلا في الشارع، أنتم تعرفون هذا ممكن، يعني مثلا تحدث التضارب ومثل هذا على سبيل المثال. نحن في الإسلام لا نريد هذا، ولكن أنتم ممكن رأيتم هذا. تصور أنت مع صديقين والآخرون 200، ماذا تفعل يا أخي؟ أنت تجري مباشرة ولا أحد يراك، أنت 300 كيف تقاتل أخي؟ هؤلاء انظروا، هذا النصر من عند الله. وبعد ما حدث هذا فعلا ألقى الله في قلوب الذين كفروا الرعب في جزيرة العربية، سبحان الله. ثم الثاني، الدليل الثاني، وأنت تعرف هذا لا يمكن إلا بنصر من عند الله. يعني فعلا الجهاد كان دليلا على صحة نبوته، وهذا مثال واحد. مثال ثاني، الغزوة بعد فتح مكة، غزوة الحنين. أخي سبحان الله، تعرف يعني القصة غزوة مؤتة فعلا هي فيها عجائب. يعني أيضا البعث المباشر بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ أنه يقول أن زيد بن حارثة هو الذي أخذ راية أصيب، ثم أخذ جعفر بن طالب راية فأصيب، وأخذ عبد الله بن رواحة راية فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فطر الله على يدي. الله أكبر. انظر الآن غزوة هنين، مالك بن عوف النصري جمع أكثر من 20,000. هناك دي روايات مختلفة ولكن هذا أقل الأدد، أكثر من 20,000 من حوازن، من الكبائل مثلا ثقيف، بنو نصر، بنو سعد. جيد، أكثر من 20,000 هم أرادوا الآن أن يدمروا الرسالة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم ب12,000. وحدث ما حدث أنهم فاجأوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وحدث فعلا ارتباك وحيرة، وكثير من الناس فروا، لأن بعض الصحابة ليس لأنهم جبناء، بل هؤلاء عندهم شجاعة، ولكن هذا كان لحظة ضعيفة. الله يقول هذا في القرآن: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكلهم يفرون لأنهم ظنوا في مصلحتهم أو في مصلحة القتال الفرار. و12 تقريبا وقفوا، وشخص واحد ما فر إلى هذه الجهة بل إلى جهة أخرى، وواجه وحاجم 20,000. واحد، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أخي هؤلاء 20,000 وهو يأتي بالدابة بسرعة ويقول أن النبي لا كذب، أن ابن عبد المطلب. تصور هذه الصورة، هل هذا يعني هذا مستحيل لبشر عادي؟ 20,000 واحد هو يأتي، والعباس وأصحابه يأخذون اللجام والدابة، ثم هو ينزل ويقول للعباس عليه أن يصرخ، أن ينادي الأنصار والذين بايعوا تحت الشجرة. نعم. ثم لما جاءوا قال الآن، وحدث القتال الآن، حمي الوطيس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شوف الآن يعني ممكن هناك السهام يأتي من هنا ومن هنا، وهو يقف هناك في المعركة ويرفع يديه ويقول: اللهم نزل نصرك. ثم يقول: إن هزموا ورب محمد، إن هزموا ورب محمد، ويأخذ التراب ويرمي التراب. شوف هؤلاء 20,000، هذا يأتي هناك قبل ذلك السحام من هنا ومن هنا ويرمي التراب، يقول: شاهت الوجوه
وكلهم بعد ذلك هذا الثقيف بعد ذلك أسلموا بعد الحرب. شاهد الوجوه لأنهم قالوا نحن كلنا 20,000 لحثنا تراب في عيوننا. أخي هذا دليل واضح لماذا نخشى من القتال. 20,000 شاهد الوجوه أن النبي لكذب أن ابن العبد المطلب. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل مثله, لا يوجد رجل مثله ولم يوجد سبحانه. أنذ هذا وهذا هذا السبب الذي جعل ثقيف هؤلاء حوازين يثبتون بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هم رأوا هذا. تصور أنت الآن, تصور أنت الآن مع هؤلاء وأنت ترى هذا الرجل, أنت أنتم رميتموهم بالحجارة وبالسحام وكلهم يفرون وهذا الرجل يأتي بمفرته ويقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم يرمي التراب وأنت تلاحظ التراب. وقالوا بعضهم أنهم لاحظوا كأنك تأخذ حجرا كبيرا وترمي هذا الحجر مثل في 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 طبق بالحديد. يعني أنا لا أعرف لفظ الحديث ولكن بمعنى هكذا هم هكذا شعروا, هكذا ألقى الله في قلوبهم الرعب سبحان الله. هذا لذلك أقول لكم أنتم تأتون بالقتال انظروا ادرسوا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم تعرفون بعد ذلك أن هذا نبي, أن هذا نبي ولا شك في ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا القتال. الآن نأتي إلى زواج مع عائشة. شوف شوف يا عائشة 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 رضي الله عنها دائما يأتون بهذا الحمق بهذا الكلام. هي كانت صغيرة. ماذا نقول لهم؟ أولا ماذا قلت قبل ذلك؟ علينا أن نرجع إلى الموضوع إلى أصل المشكلة. لماذا يأتون هؤلاء الآن؟ هل جاءوا القريش؟ القريش كانوا العدو الأكبر, كانوا العدو الأكبر آنذاك ليس كذلك؟ اليهود النصارى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد قال لماذا تزوج عائشة وهي صغيرة؟ لا أحد. لماذا؟ لأن وقت الزواج يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان آخر ومن شخص إلى شخص آخر. وهناك مكتوب أيضا أنا قرأت هذا قبل سنوات لذلك أنا لا أتذكر جيدا, أنا أظن أني قرأت هذا في البخاري, عليكم أن تجربوا هذا. أنا أقول لذلك أنا أقول هذا بتأكيد يعني لست متأكدا أن كانت هناك امرأة هي كانت أصبحت جدة وهي 21 سنة آنذاك. هذا صحيح؟ نعم إذن هو يعرف هذا الحمد لله. أنا قرأت هذا قبل سنوات لذلك لم أكن متأكد. جزاك الله خيرا. أنت تجلس الآن دائما هنا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الشافعي الشافعي قال هذا أيضا ما شاء الله. شوف إذن هذه القضية أولا. ومن لم يكر بذلك فإنه إما يجهل أو يتجاهل, فإما يجهل أو يتجاهل. وأنا أقول لهؤلاء أولا ما هي المشكلة؟ تسع سنوات ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ أريد أن أرجع إلى المشكلة. تعرفون المشكلة؟ لأن في الغرب حدث كثيرا أنا رجلا مثلا يغتف الأطفال من الشارع ثم يغتصبهم ويقتلهم وهم يريدون أن يصوروا نفس الصورة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا قياس مع الفارق. هؤلاء في الغرب يسافرون كل سنة إلى تايلاندا وإلى البرازيل وهناك أطفال مجبرون على الزنا, فهمت؟ وهم يكونوا يشوفوا النبي يأتون بنفس الفكرة. المشكلة عندكم النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق الكبير هنا عائشة راضية. عائشة راضية. أنتم تقولون دائما هنا في الغرب تقولون دائما لماذا الرجل يتزوج رجل كلاهما راضيتان راضيان أين المشكلة؟ بعد ذلك يتزوج مع الأسف أفتل أنا أنتهي يعني أنتم تعرفون. إذن الرجل يتزوج رجل هذا راضي هذا راضي هكذا يحتجون صح؟ إذن لماذا أنتم تقولون الآن عائشة هي راضية هي تريد النبي عليه الصلاة والسلام وهي تحبه
وهي تدافع عنه، كيف ما هي المشكلة الآن؟ حسب عقيدتكم ما هي المشكلة؟ لا، هي أصغى مما ينبغي. إذن نسأل، ما هو العمر للزواج الصحيح؟ ما هو؟ أخبرني. يقولون 18 سنة. 18 سنة؟ جيد. لماذا؟ من أين جئتم بهذا العمر؟ من الوحي، من الرأس؟ من أين جئتم بهذا؟ أو في ألمانيا بترخيص من الأباء 16 سنة، أو في إيطاليا سمعت 15 سنة بترخيص من الأباء، وسمعت في هولندا 12 سنة إذا رخص الأب. جيد. والأم؟ نعم، لكن أفريقيا هؤلاء بالنسبة لهم متخلفون، هكذا يفكرون. أنا لا أقول بالنسبة لي، بالنسبة لهم. إذن ما هو العمر للزواج المناسب؟ إذن نرجو إلى، كيف نعرف ذلك؟ نقول إذا كان في زواج منفعة ولا ضرر، إذن هذا العمر مناسب للزواج، أليس كذلك؟ في زواج منفعة ولا ضرر، إذن الزواج مناسب. إذن نسألهم، وهم فعلا يعتقدون ذلك في الواقع، ولكن عليهم أن يكتبوا دستور مرة أخرى، لأن الآن تقول، نقول في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ جيد. نسأل عائشة، هل تضررت بزواج مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسيا أو بدنيا؟ لا، بل العكس، بل العكس، هي درس أكثر من 80 عالما من هذه الأمة، وهي كانت خبيرة في الطب آنذاك، وخبيرة في الرياضيات آنذاك. إذن أين ضرر وهي دافت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذا فعلا كلام سخيف، كلام سخيف. المشكلة في رؤوسكم، أنتم تصورون صورة كأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها واغتصبها، وأعوذ بالله، الأمر ليس كذلك. وأنا أقول الزواج مع عائشة هي من أكبر النعم على هذه الأمة. أولا، عائشة رضي الله عنها هي شاهد على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. الزوجة هي تعرف الوجه، هل الرجل وجهين أو وجه واحد، وهي تروي هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل في الليل؟ صلى حتى تورمت قدماه. نعم، هذه هي عائشة، ولكن أنتم تريدون أن تبطلوا هذه الشهادة، لذلك تتكلمون عن عائشة. هي خصت لنا هذا أنه صلى في الليل، وهي رويت، هي قالت لنا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، كان في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، كان في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. خير أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. كان في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا الحديث مشكلة لبعض الأزواج، أليس كذلك؟ غدا تأتي امرأتك وتقول هاي اغسل الملابس حبيبي. نعم، هذا هو النبي الأول الذي دافع عن النساء، الحمد لله. ثم الزواج مع عائشة ليس بدليل على عدم نبوته فحسب، بل هو الزواج معها دليل على نبوته، دليل واضح بين. لماذا؟ نرجع، ماذا يريدون أن يقولون؟ يريدون أن يقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله كان رجلا شهواني أعوذ بالله. ها؟ إذن نحن نسأل الآن، لما تزوج عائشة كم سنة انتظر بعد ذلك حتى الدخول عليها؟ 3 سنوات. يا فلان، أنا رأيت أن أقول يا حبيبي، ولكن أقول يا فلان الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تقول هو شهواني،
أنا أسألك بالله بعد الزواج بعد عقد النكاح كم انتظرت حتى دخول على زوجتك؟ نريد أن يعني 3 سنوات. اليوم هذا لا ينتظر الشهواني ولا ينتظر 3 دقائق. 3 ساعات يموت. يعني أنا أريد فقط أتكلم موضوعيا على هذا الكلام. 3 أسابيع يعني مدفون. 3 أشهر الزوجة هي تريد الخلع. يعني هذه غريزة عند الإنسان. أنا لا أقول الآن، ممكن الآن يأتي واحد من العداء يقول شوف ماذا هو يقول النبي أن ليس له. لا، ليس هذا. أنا أريد فقط أن أقول الله قدر ذلك. إذا فكرنا فعلا جيدا في السنة أن هذا دليل على ما يقولون، ليس دليل لما يقولون، هذا دليل عليهم. هذا الزواج ليس بدليل على أنه شهواني، يعوذ بالله. هذا دليل عليهم، هذا دليل على أنه أملك الناس. ومن قال أنه أملك الناس؟ عائشة رضي الله عنها. لذلك يريدون أن يبتلوا هذه الحجة. ما هو الثالث؟ تعدد الزوجات. جميل. يقولون شوف كان للنبي أكثر من زوجة. نحن نقول أولا إنكم أنبياء كثيرون لهم أكثر من زوجة، من أين جئت بهذا الكلام؟ أخي أنا فعلا ممكن أستطيع أن أتكلم عن كل نقطة ساعة. أنا أريد فقط أن آتي ببعض الأشياء لكي نقول ماذا يقولون هناك. يعني سليمان لأكثر من زوجة، داود أكثر من زوجة، موسى أظن أيضا، إبراهيم أكثر من زوجة. كثير من الأنبياء الذين تؤمنون بهم كان لهم أكثر من زوجة. إذن كيف تقولون هذا نبي وله مثل سليمان 1000 زوجة وداود 100 زوجة ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بالنبي لأنه تزوج 9؟ إذا كان عليه أن يتزوج 1000 وماذا؟ وإذا تزوج 1000 إذا تزوجت 9 أنت أنت لست نبيا، ولكن إذا تزوجت 1000 أنت نبي بعد ذلك. إذا عليه يعني ما هو ما، ولكن فعلا مرة أخرى هذا دليل على عجزهم، هذا دليل على عجزهم. والذي أقول هذا المرة، الذي يريد أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يريد أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام، هو مثل الذي يريد أن يبصق إلى الشمس. يبصق ثم يأتي مرة أخرى إلى وجهه. نعم بدأت. ثم نقول شوف هذا فعلا موضوع كبير. يعني زوجات صفية وجويرية، عليك تتكلم عن كل شيء، ولكن أريد فقط أن أقول هذا عيد دليل على نبوته. 9 زوجات اللواتي بكينا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، هل من الممكن أن 9 زوجات لا يرفن أن لهذا الرجل وجهين؟ لا يمكن. لذلك لو كانت هناك شاهدة واحدة لقال المبتلون انظر هي كانت معه، ولكن الآن ليست عندكم فرصة لكي تبتي، ليست عندهم فرصة لكي يبتلوا شاهدات كثيرات. مستحيل. إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في البيت. أخي أختي انظر إلى هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، فعلا عبادته، انظر إلى عبادته، انظر إلى خلقه، انظر إلى شجاعته، انظر إلى غزواته، انظر إلى كل هذه الأمور. يا أخي نحن نستطيع أن نتكلم إلا أسبوع القادم. أنا ممكن أستطيع أن أتكلم إلى أسبوع القادم. متى يبدأ أسبوع القادم؟ ولكن أنا أريد أن أقول لكم شيئا. الأدلة لا تحصى، الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحصى. لذلك أنا أريد فقط أن أعطيكم 3 أدلة وممكن أنتم ما فكرتم فيها. أولا النبي عليه الصلاة والسلام، هم يزعمون أن النبي
يعني طبعا هذا نحن ذكرنا الآن أدلة كثيرة وأبتلنا إن شاء الله هذا الحمق هذه الإفتراءات، ولكن أنا أريد الآن في نهاية أريد أن أذكر ثلاثة أشياء بسيطة جدا كل إنسان يستطيع أن يتذكرها، يعني قلت في البداية عليكم أن تستخرجوا من هذا الكلام بعض الأشياء التي تساعدكم في دعوة. ها؟ أولا الذين يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كذابا والعياذ بالله، نقول لهم لماذا أراد أن يكذب أنه نبي، أن يزعم أنه نبي؟ يقولون أنه أراد بذلك سلطانا ومالا ومثل ذلك. جيد، الآن في مدينة كان يوما انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم ولده. العرب آنذاك اعتقدوا أن الشمس تنكسف لموت شخص مهم له يعني مكانة عند الله، لذلك الشمس تنكسف. هذا حدث في اليوم الذي مات فيه إبراهيم. إذن كان للنبي عليه الصلاة والسلام لو كان كذابا لقال لهم الذين ينكرونه ويكذبونه انظر ولدي مات وانكسفت الشمس، من يستطيع الآن أن يقول لا؟ لا أحد، انكسفت الشمس. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس انكسفت لموت ابنه لممكن قمت إلى هنا وقلت شوف لما مات ابنه انكسفت الشمس، ولكن العكس دليل أكبر من هذا الدليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، وعمرهم بدعاء والصلاة إن كسوف الشمس. انظر الآن هذا دليل، هو لا يريد أن يكذب، وكان مكتوب على سيفه وقل الحق براء على نفسك، سل من قطعك من قطعك وسل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق براء على نفسك. ولكن على كل حال الثاني، مرة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين أبي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له في النار، هذا في صحيح مسلم، في النار. فانصرف الرجل كان حزينا وغاضبا فدعه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع هذا الرجل، الآن لو كنت كذابا وأنت تريد فقط ناس الذين يساعدونك ماذا قلت له؟ انظر ادخل في ديني أنا أطع الله ثم هو يخرج من النار طبعا، ولكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أبي وأباك في النار، هذا في صحيح مسلم. أخي هذا دليل على صدق النبي عليه السلام يقول بذلك أنا عاجز أنا لا أستطيع أن أساعده لأن الأمر لله ليس لي. وهذا أيضا شيء أنا لاحظت مباشرة لما قرأت القرآن لمرة الأولى، أن القرآن مثلا في القرآن أنت تجد مثلا أن الله يقول عبس وتولى، أن الله يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين على سبيل المثال. ومن هذا يعني أمثلة كثيرة، كل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يعني أدلة من هذا القبيل كثيرة. لو كان كذابا لا إدعى الألوهية له، ولكن أشد الناس إنكارا على من يعبده هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا قبري عيدا على سبيل المثال، حتى ما أراد أن الناس يفعلون مثل هذا أمامه ومثل هذا. فعلا يا أخي يا أختي كما قلت هناك أدلة كثيرة، وفعلا من يقرأ القرآن ويجد أن هناك أدلة، وأنا أقول لكل شخص هنا فعلا حاولوا
أن تتعلموا هذه الأشياء مثلا مثل إعجاز العلم في القرآن لكي تقنعوا الآخرين. مثلا الله يقول في سورة الذاريات آية 46 يقول والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. السماء الكون نحن بنيناها وإنا لموسعون. من اكتشف أن الكون يتسع؟ أدوين هابل، دكتور أدوين هابل، قبل تقريبا 40 سنة. من أين عرف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قبل 1400 سنة. في القرآن مكتوب في سورة النبأ مثلا والجبال أوتادا، من عرف أن للجبال فعلا مثل الجزر ومثل الأوتاد؟ من عرف هذا قبل 1400 سنة؟ أشياء كثيرة 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 جدا من هذا القبيل. لذلك إخوة، ما هو الخلاصة من هذا الكلام؟ أولا أنا أقول لكم إننا لمنصرون إذا استمسكنا بهذا الدين، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا الشر الذي خلقه الله لابد أن يكون في حكمة، وإن شاء الله الحكمة من ذلك أننا نستيقظ الآن وأننا ننوي أن ننشر هذا الدين. يا إخوة، هناك كثير من الناس في أفريقيا، في جنوب أمريكية، محتاجون إلى هذه الرسالة. تعلموا العلم واذهبوا إليهم وعلموهم القرآن وعلموهم السنة وعلموهم الإسلام، لأن الصحابة ذهبوا إلى أماكن مختلفة ودعوا الناس إلى الخير، ثم هنا تجول بين الناس، حاول أن تدعوهم إلى الصلاة. نحن نريد أن كل إنسان هنا في مصر أنه يصبح محبا للدين، يصبح محبا للصلوات الخمس. كم من شاب لا يصلي؟ كم من شاب يزني؟ كم من شاب يفعل ما يفعل؟ ماذا نريد لهم؟ نحن نريد لهم الخير مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. هذا هو. ثانيا، إن شاء الله نحن نريد أن نأتي بطلاب من بلدان مختلفة الذين يدرسون هنا ثم يرجعون إلى بلدانهم، ولعلكم تستطيعون أن تساعدوهم في دراسة. وهذا فعل مهم، لأن في هذه البلدان، أين في ألمانيا، الناس الذين يدرسون الإسلام قليلون جدا، وهذا ما نحتاج إليه. هذه هي الخلاصة. ووزعوا أيضا ممكن هذه المحاضرة إذا رأيتموها مفيدة لغير مسلمين وعلى المسلمين، وعلينا أن فعلا أن نفتخر بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أضلنا الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إخوة عليهم الذين سنوا الفيلم، عليهم أن يسمعوا هذا تكبير. الحمد لله يعرفون الآن، استيقظنا إن شاء الله. الحمد لله. إخوة، أنا أريد أن أقول لك شيئا. أنتم ترون الناس كثيرون جدا، وأنا عندي يدين فقط وعذنين وفم واحد ولسان واحد، وأنا أعتذر من البداية، لا تقتلوني، أنا أعتذر من البداية، لأن فعلا مستحيل. أنا أحبكم في الله، أنا أحبكم في الله. عدوا الله لي. اهدنا والمسلمين قرة العين محمد، ربنا شفعوا فينا، ربنا شفعوا فينا. صل يا ربي عليه قدر ما اشتقنا إليه، صل يا ربي عليه قدر ما اشتقنا إليه، قدر ما مد يديه سائلا يدعو يطينا. ربنا شفعوا فينا. كم من الآلام عانى ليبلغنا الأمانة، وتفانى ما توانى ملهما للتائهين. يا إله، يا إله، يا إله.
قرة العين محمد ربنا شفعه فينا.